لكن يعني لم يتأهل إلى المباراة الحاسمة مع أمامنا. هو هذه اللحظات خلاص خلاص بقول لحضراتكم خلاص خلاص عمر السومة. لا تحسب بقى أوزبكستان ولا تحسب كوريا، المنتخب السوري على الأقل إلى الملحق بهدف التعادل القاتل القاتل عمر السومة. عمر السومة عاد بسوريا، عاد بأحلامنا، عاد بطموحاتنا، عاد بإصرار وإرادة الشعب السوري تتجسد في هذا اللعب ليكون هدف التعادل، هدف التعادل العادل العادل العادل، الهدف العادل هنا في هذا الملعب. عدالة السماء في هذه اللحظات تأتي مع المنتخب السوري لتكون هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من وقت بدل الضائع. يا يا على الكورة، بص أمامنا عمر السومة، عمر السومة وادي أمامنا البديل مارديك بارديكيان. يا ولد يا عمر، عمر يا عمر اتدلع يا عمر، فرحنا يا عمر، سجل يا عمر، وهدف التعادل اللي بيعيد المنتخب السوري إلى وضعه وإلى مكانته الطبيعية في هذه التصفيات. على الأقل على الأقل يكون ليهم نصيب نصيب في الملحق.